احمد، احمد يحاول يسدد، سدد يا امجد، كرة امجد سدد، جول 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 جول. القناص والمرعب، القناص والمرعب يهز الشباك بالدقيقة 70 من عمر المباراة، هدف اول وكرة يتوغل من خلاله امجد راضي. وين ال 60 ألف؟ ماكو كل شيء ماكو ما ادري لا بس 10000 10000 وتبرعت بها للاعبين طبعا قلت لهم هاي مكافأة لكم زين حمادي نجم القوة الجوية هداف البطولة أفضل لاعب بالبطولة وعد بالوعد وعدتني بريو دي جانيرو بالبرازيل صح. قلت لي حنكمل ونلعب بالنهائي ان شاء الله الحمد لله والشكر انه اكيد انا وعدتك وسبق وعدت جمهور القوه الجويه يمكن في مباراه كانت عندنا بالدوري مباراه بغداد كلمتهم قلت لهم عندنا بطولتين كاس العراق وكاس الاتحاد الاسيوي قلت لهم اثنين وما اجيب لكم اياهم الحمد لله والشكر اكيد الحمد لله والشكر اكيد انه هذا ما اجى من فراغ من تعب وجهد عالي اللاعبين كلهم تعبوا ما قصروا سنه كامله تعرف بطوله كانت صعبه وشاقه جدا الكوادر التدريبية اللي أشرفوا على تدريب القوة الجوية بهذه البطولة أيضا كان لهم دور في كأس البطولة ما نقدر ننكرهم لأنه كل مدرب جانا الحمد لله والشكر أنه كان ساهم في فوز الفريق بالإضافة إلى أنه جمهورنا جمهور القوة الجوية الشعب العراقي اكيد انه نقدم لهم كل الجمهور ساندكم جمهور طلبه جمهور ميناء جماهير الفرح كلها اكيد انه احنا كنا متابعينهم وشفنا شفنا مؤازرتهم انا شفت يعني بصراحه انه انا شفت جمهور الميناء سفانه تحياتنا لهم وجمهور عزيز على قلبي وجمهور الطلبه ايضا عزيز على قلبي وشفناهم ايضا مؤازرونا واضافه الى كل الجماهير يمكن انه انا يمكن يوم من الايام انه كنت امشي في الشارع قبل لا ارجع انه اغلب الناس انه توصيني ويقولوا لي يعني انه نريد كاس البطوله وبصراحه هم ما كانوا جمهور القوه الجويه الحمد لله انه يكون هذا انجاز اول للعراق اللي كاس الاتحاد الاسيوي اول نادي نحصل عليه اضافه الى انه حصلت على لقب هداف البطوله طبعا انا بصراحه ما ابحث عن الانجاز الشخصي بقدر ما ابحث عن الانجاز الجماعي مقولت على كل الفرق روحه جايه الحمد لله والشكر عندي مباراه واحده ما لعبت كنت محروم بها ما سجلت بها 11 مباراه سجلت فيها 16 جول الحمد لله والشكر اكيد التوفيق من الله سبحانه وتعالى اضافه الى مساعده اللاعبين زملائي بالملعب ما اقدر انكر دورهم هم من ساعدوني هم من اوصلوا لي الكرات الحمد لله والشكر الحمد لله حمادي وعدتني بشغله تذكرها لو ناسيها دريس دريس العشرة قلت الجوية انت اعطيتني السبعة مالي الاولمبي تستاهل والعشرة تستاهل اخذه منك تاخذه تدلع نهدي للجمهور نهدي للجمهور ان شاء الله بس اقول لك اكو سر غريب الدقيقة 70 71 72 هاي الدقائق دقائق يعني من عسل على الكرة العراقية يونس قول دقيقة بداية السبعين اخذنا بيه كاس وانت اليوم دقيقة 70 قولت بعدك زعلان يونس لا ما عندي شيء بالعكس يا يونس لا ما عندي شيء انا ادز لكم رساله وازركم اكيد لا انا مو قلت لك كل من ازرنا كل من ساندنا لا هو كان من اول المساندين المعازرين نادي القوه الجويه شو تقول له يونس؟ يونس هو يونس بعد هو السفاح والمنتخب المنتخب قافل ما ترجع قلنا قافل على اسيوية واخذتوها والمنتخب والله بصراحه احكي لك يعني يمكن انه هاي راح احكيها اول مره بصراحه انه انا مفكر انه اعتزل اللعب دوليا مع المنتخب العراق لكن يبقى انه اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يا رب كل اللاعبين يتوفقون اكيد انه لازم نوصل لكاس العالم لكن شويه انه نحس بها صعوبه هذه المجموعه لكن في كره القدم ماكو شيء اسمه مستحيل نحن نشوف انه انجاز بعد انجاز الكره العراقيه يحسب وراح يصير يمكن ايضا ينطي دافع معنوي للمنتخبنا الوطني حتى يحققون نتائج البارحه انه شفنا المنتخبنا الناشئين يحقق كاس اسيا اليوم القوه الجويه يحقق كاس بطوله الاتحاد الاسيوي ان شاء الله نشوف المنتخب العراقي يعني هاي قرار الاعتزال في داخلك بمثابه رساله احتجاج لا والله مو احتجاج لكن انه يعني اشوف انه حتى لو بدي اكون زعلان ما اكون زعلان انه هو بصراحه انك انت في افضل حالاتك ما تنسحب منتخب اذا خلاص بعد على كابتن راضي ترى طيب يعني ما يشيل على اللاعب اتمنى لك يعني داري اللاعب كابتن راضي والله كل مدرب له وجهه نظره عادي ما عندي شيء وياه بالعكس اتمنى له التوفيق ويمكن كل مدرب يبحث على ادوات يبحث على لاعب جيد اكيد اتمنى له التوفيق له وكل اللاعبين وكل اللاعبين زملائي بالمنتخب ان شاء الله يا رب يوفقهم ضد الامارات ان شاء الله
ما اللي دريت مو تنساه ان شاء الله تدلع حمودي حبيبي ابو صقر حمودي يا حبيبي لانه الفريق يا اعطيني خل اصعد